مكبوت 14 سينطلق إلى كوكب الأمامير. مكبوت 14. هكمل لك بقى طالما ظبطنا الصاروخ. بس مات بقى ستي أشيبوشس، ومات أبنير القائد الجيش بتاعه بقى داود الملك. راحوا اتلموا بقى كلهم، ايه، عملوا حفله كبيره واكل كتير. انا جعان، هم عملوا اكل كتير، بس وندي كتير هاتي عشان اكل. انا اسخن لك في حبه، هاتي بقى من الاكل لو كنا واخدينه الامامير. طيب اسخن لك. اوكي، واخدين لهم هدايا واكل، هناكل اكل كله بان علينا. في ايه عندك؟ انا ولا عارف صدقيني، الواد دول اللي حطت الاكل كله. بس اسخنه لك عشان هو ساقع. ماشي وحلل وجو جامد قوي انت عايشه. ده ايه ده؟ قرنبيط؟ ايه رايك؟ ماشي، والانبوبه اللاسلكي دي. المهم، فايه داود بقى ملك وهو عنده كام سنه؟ 30 سنه. مش ده كان عمر يوسف لما خرج من السجن؟ بالظبط، يوسف لما كان مساعد فرعون، او اول ما بقى مساعد فرعون كان عنده 30 سنه. وداود بقى عنده 30 سنه وابتدى يبقى ملك. وبس الملك بقى ايه؟ مختاره ربنا، وفعلا على حسب قلب ربنا. يعني شاول كان ربنا اختاره، بس ما كانش على حسب قلب ربنا، شاول ما كانش كويس. على فكره تقريبا في تشابه كده بين حياه الملك داود وبين يوسف. صح، كتير. مش كده؟ حاجات كتير قوي حصلت فيهم، كانوا متشابهين جدا، وكان هما الاثنين يقول لك حسن المنظر وحسن الصوره، وكان مقبول وكل ما يصنعه كان ينجح. وكمان كان دايما يوسف يرجع على ربنا قبل اي حاجه، وكمان الملك داود كان كده برضه. بس داود اول ما اخذ الملك قال لهم ايه ده؟ اورشليم واخدينها ناس اسمهم اليابوسيين. اليابوسيين، ماشي. فاليابوسيين دول قالوا احنا ولا يهمنا، اورشليم مدينه حصينه. عارفه ايه مدينه حصينه؟ فاكر اريحه؟ كانت مدينه حصينه وسرعه عالي قوي. بس حصل ايه مع يشوع اما راح لاريحه؟ ولا حاجه. فاكر حصل ايه؟ عشان مش في اي مشكله، بالرصاص كسروها. لا رصاص. اما حصل ايه؟ استنى، لما لفوا حوالينا سبع ايام، لفوا ايام، واليوم السابع لفوا سبعة. برافو عليكي. فالسور وقع. ايه ده؟ دي خطه. بس ربنا ما يحبش يكرر الخطط بتاعته. كان ممكن يقول لهم لفوا اعملوا نفس الطريقه. لا 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 لا، ادهم خطه غريبه. هي ما ادهمش خطه حرب، لكن ادهم خطه او حاجه يعرفوا يخشوا بيها. كان في نهر او ممر مائي يسموه، معدي من تحت السور. يعني لو السور كده، لو اريحه سورها كده، لو اورشليم سورها كده، كان في زي ايه؟ نهر معدي من تحت السور. فهم اخذوا اول النهر ونزلوا من تحت السور وتسربوا ودخلوا جوه اورشليم. دي خطه ايه؟ مش ممكن كانوا يعرفوها لو ربنا قالها لهم؟ مين كان يعرفها؟ ممكن يعرفوها دلوقتي بقى بالقمر الصناعي ومش عارف ايه، لكن ايام زمان ما كانش في الكلام ده. دخل داود والشعب بتاعه والجيش بتاعه واستولوا على اورشليم، وسموها مدينه ايه؟ سموها مدينه داود. مدينة داود. وابتدى بقى ايه من هنا؟ بقى ابتدى داود يبقى عنده مدينة، وعمل فيها بقى القصر بتاعه والبيت، وهتسمعي بعد كده عمل فيها حاجات حلوة قوي، لأنه مدينة داود دي بقت مركز لشعب الله بعد كده. بقى فيها الهيكل وبقى فيها مركز العبادة بتاعته. بس الجميل انه ايه؟ أول ما داود ابتدى يا رب تعالى قول لي أقتحم ازاي البلد دي؟ ربنا اداله الخطة. أعمل ايه؟ طب أخش ازاي جوه السور ده؟ قال راح مديله حته النهر دي. وحاجه غريبه جدا فكره يسموها ممر مائي معدي من تحت السور. ها، ايه اخبار القرنبيط اللي انت عاملاه؟ ما تمسكيش يا بنتي حله بايدك كده وانت مولعه النار. سخن خلاص. طيب. ودلوقتي هغرف لك وناكل يبقى زي الفل. لو حابين تعرفوا اكتر عن قصتنا النهارده هتلاقوها في الكتاب المقدس في الشاهد اللي قدامكم على الشاشه. اذا كان عندك اي سؤال او استفسار ابعت لنا على الايميل ده. مكبوت 14.